اليوم في هذه الليلة الرمضانية معنا ضيفين عزيزين، ضيفين من العائلة اليسارية. ما يمكنش يكون أخنوش رئيس ديال الحكومة وهو المالك ديال أكبر يعني شركة ديال المحروقات في المغرب، وهو اللي كيدبر السياسة الطاقية في المغرب. وغادين يعني بخطى ثابته في اتجاه بناء هذاك الحزب اليساري كذا، ولكن الحزب اليساري عاوتاني ما فيش غير هاد ثلاثه المكونات. ان ترتكبت واحد الجريمه في حق المغاربه، هو ان هذيك الاسامير اللي تسدات بفعل فاعل، يعني جريمه اللي كانت غتجنبنا جزء من الاشكال اللي واقع فيه ديال الامن الطاقي. ديال ان الدوله تستثمر في المجال العمومي، احنا اليوم كنتكلموا على 245 مليار درهم ديال الاستثمار العمومي، فين هو الاثر ديالها؟